تعالوا بقى دلوقتي نروح نشوف مع بعض تقرير بيست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعاً للأسبوع ده ونرجع نكمل حلقتنا. كأن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً من جديد كتاب لا بطعم الفلامينكو للكاتب الدكتور محمد طه، ويتحدث الكاتب عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي ستواجهك لتحقيقه. يأتي في المركز الثاني كتاب أحببت وغداً للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان، ويتحدث الكاتب في كتابه عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها وعلاقتها بمن حولها. ثم يحتل المركز الثالث كتاب وقائع عربية للكاتب محمد المنسي قنديل، ويتحدث الكتاب عن حكايات من التاريخ هي شغف وخلاصة التجربة الإنسانية وإدراك أن الحياة لا تنتهي وأن الأمل لا ينقطع. تأتي في المركز الرابع رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور، وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة، وهي على التوالي غرناطة، مريمة، والرحيل. تدور الأحداث في مملكة غرناطة بعد سقوط جميع الممالك الإسلامية في الأندلس. تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً برواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، والتي يأخذنا فيها إلى حدث ديني وتاريخي هام.